الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرك. أهلا بك في نشرة الثالثة. هل لك أن توضح لنا استعداداتكم وجهودكم التي تبذلونها في التعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن الاستعدادات والجهود التي نقوم فيها في بلدية المحرك. طبعا اليوم نعمل احنا ضمن المنظومة الحكومية لفريق البحرين للاستعداد لموسم الأمطار لضمان سلامة وراحة المواطنين والمقيمين في المملكة. في هذا الإطار عملنا في بلدية المحرك على تشكيل فريق الطوارئ بالشراكة مع مجلس المحرك البلدي. تتمثل مهام هذا الفريق هو التجاوب السريع مع جميع البلاغات الواردة، لذلك قمنا مع الفريق قبل هطول الأمطار بمهام عدة، منها حصر المواقع التي تتجمع فيها المياه ووضع الآليات اللازمة لضمان انسيابية الحركة بالطرقات، بالإضافة إلى تأمين الصهاريج والمضخات للتعامل مع موجات الأمطار. أما بشأن آلية عمل الفريق في تلقي البلاغات، يتم التعامل مع البلاغات حسب الأولويات والمواقع الحرجة التي تتطلب تدخل عاجل. لذلك تتضمن خطة طوارئ الأمطار وضع أولويات على المستوى الوطني كضمان انسيابية الحركة والتنقل في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الطرق الداخلية. طبعا جاءت هذه الخطة بتوجيهات من سعادة وزير شؤون بلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، ومتابعة من سعادة وكيل وزارة شؤون بلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، التي تقتضي بوضع كافة الآليات والمعدات المطلوبة على أتم استعداد للتعامل مع موجات الأمطار، إلى جانب فرق العمل المختلفة سواء المعنية بالعمل الميداني أو تلقي الاتصالات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. احنا نحب نأكد للمواطنين والمقيمين أن فريق طوارئ الأمطار متواجد على مدار الساعة وفي مختلف المحافظات المملكة، ويباشر العمل منذ بداية هطول الأمطار، حيث خصصت وزارة شؤون بلديات والزراعة خطا ساخنا للتبليغ عن تجمعات مياه الأمطار في الطرق الداخلية. يمكن التواصل على الرقم اللي هو 800-81-88 للإبلاغ عن مواقع تجمعات الأمطار. شاكر لجميع حسن التعاون، وتمنياتنا لمملكتنا القالية أمطار خير وبركة بإذن الله. المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرك، شكرا جزيلا لك.